أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الياء الأخيرة مكسورة يدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فين الغنن؟ واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. في الغنة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض مكسورة في الاثنين. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يخفضون أصواتهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك فيها مد واجب متصل أربع حركات. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. القاف مقلقلة. قلوبهم الباء مفتوحة. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وراء فيها مد وجه متصل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم في غنة ومد أربع حركات فاسق بي عند ميم الإقلاب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الغنى وميم الإقلاب فتبينوا أن تصيبوا فخم الصاد قوما بجهالة فتصبحوا أخلي بالي من الصاد فتصبحوا أعمل فيها صفير فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فخم الطاء لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الصد وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أولئك فيها مد وجه متصل أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة
والله عليم حكيم.